رد من طهران على التصريحات الأمريكية بشأن خطورة ناقلات النفط الإيرانية على الملاحة البحرية. المسؤول العسكري في الجيش محمود موسوي عبر عن استعداد القوات المسلحة الإيرانية لحماية تلك الناقلات كما كانت تفعل على مدى 40 عاماً على حد قوله. قال موسوي أيضاً إن وضع أي عوائق أمام حركة النقل والتجارة الدولية في الممرات المائية الدولية سيكون غير مقبول على الإطلاق. من جانبها اعتبرت وسائل إعلام إيرانية تصريحات براين هوك الممثل الأمريكي الخاص بشأن إيران تهديداً للناقلات الإيرانية التي تحمل الخام والمنتجات النفطية. كان هوك صرح بأن الناقلات الإيرانية باتت تمثل عبئاً عائماً من قناة السويس إلى مضيق ملقا بما يشمل جميع نقاط التفتيش بينهما، مضيفاً أن تلك الناقلات أصبحت خطراً على الموانئ التي تسمح لها بالرسو وعلى القنوات التي تسمح لها بالمرور. ملوك الشيخ العربية.